حدث هذه ندوه علميه فكريه حول المسار الفكري للفقيد الاستاذ الملكي الحسين بن الاخصاص، نظرا لكوني ان الفقيد اصدر مجموعه من الكتب تتحدث عن الاراضي والغابات، الاراضي القبائل واراضي الجماعات السلاليه، لكون مجموعه من الضهائر الاستعماريه تطفت لتجريد الساكنه من اراضيها، وكذلك كتاب اخر اصدارات اخرى فيما يخص نظام الكد والسعايه التي اقرت منذ زمن طويل اعراف الامازيغ الملكيه ديال المساواه ديال المراه والرجل وتقسيم الاموال. وفي نفس الوقت كاين مشروع ديال ما قدمه الاستاذ، مشروع قانون تنظيمي تفعيل الرسميات الامازيغيه، ودون ان انسى ان الفقيد اصدر ما يفوق على 130 مقال في الجرائد الوطنيه، من بينها 30 مقال كلها تتحدث عن اشكاليه الارض والحقوق المرتبطه بها. نشكر بزاف التنسيقيه لايت الاخصاص، نشكر بزاف الجامعه الصيفيه الشركاء نسمح اللي نظمنا المناسبه هي ذكرى الوفاه الاستاذ الملكي، الاستاذات للتفنيات المركزيه حتى نتحمس وبنس الاسره الملكي بالنسبه لكي تدخل وسولح بزاف يعني في الدور التنشئه دور الوالدين نس حمس الحياه نس العلاقه نس ديت ماس ديست ماس العلاقه نس الشباب الاطفال يعني الاسره ذكر حسيات السنة إسكرت الأستاذ الملكي إلى حد الآن الأسرة تقيس وفية، وهو أنه أرنتمي غير دائما حماسية والمقر حماس الصيف درقيس كل نسمون تروان حرقيس نسمون يعني الشباب تيمغارين الفكرة نسلي اللي درسي لان وهو نبقى سلفلاس، وهو أنه الأسرة دائما يخصد تمون يخصد تشتيت يخصد ترتبط تمازيرت يخصد ترتبط اللغة يخصد ترتبط القيم الأمازيغية. الحم ربي نتشكر المناسبة يعني مد المنظمين على أساس إن شاء الله ديما تجيات الفرصة لي ديما تمكير سنويا. جد سعيده انني نشارك في هذا النهار اللي هو كيحتفي بالذكرى الرابعه لوفاه المرحوم الحسين المالكي، اللي هو رجل في حياته كامل كيدافع على حقوق المراه وكيطالب بانه يتطبق هذا نظام الكد والسعايه اللي هو كيضمن لها حقوقها اللي في اثناء فتره الزواج واللي اكتسبت في اثناء فتره الزواج، ومن بعد انه بعد ملي كتسالي هذه الحياه الزوجيه سواء بالطلاق او الوفاه. و وانا درت في المداخله ديالي قراءه مبسطه للكتاب ديالو الكد والسعايه بالنسبه للجزئين ديالو بجوج، درت لهم واحد القراءه اللي طرق فيهم الاحكام القضائيه والقرارات قرارات المحاكم الاداريه وسواء القضائيه ولا الشرعيه اللي من خلال هذه الاحكام كتثبت لنا انه وجود او ضمان ذاك الحق ديال الكد والسعايه. هذا اليوم عندنا دوره تكوينيه لفائده جمعيات بمنطقة الأخصاص. هذه الدورة التكوينية الهدف منها هو إيصال مجموعة من الأفكار، مجموعة من التقنيات التواصل داخل الجمعيات، وكذلك كيفية إنشاء مشروع. وهذه الأفكار كلها في الحق عند الشباب، ولكن يجب المواكبة، يجب مواكبة الشباب ومواكبة الجمعيات حاملة المشروع باش نخلقوا بالفعل واحد الثقافة أخرى جديدة، هو أنه الشباب الحامل للمشاريع أن تكون عندهم إمكانية للترافع من أجل هذه المشاريع. المشاريع بطبيعة الحال مشاريع تنموية، مشاريع ثقافية، مشاريع سياحية، مشاريع اقتصادية، وكذلك مشاريع بيئية.